جالي اكتر من طلب من متابعي يخوب العربي اني اعمل حلقه عن اليخوت الشراعي، فمعلش اتاخرت عليكم وبعت طول انتظار وبناء على طلب الجماهير. معانا ومعاكم اليخوت الشراعي، وده هيبقى موضوع حلقتنا. ويا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من يخوب العربي، واول حلقه في 2022، وربنا يستر. اللي منكم راح اي مارينا في مصر، سواء كانت جونه، ساحل، سخنه الى اخره، هيلاحظ تقريبا كل المراكب اللي موجوده يا اما موتور بوت يا اما موتور يوتس، ومش هيلاقي تقريبا اي مركب او اي يخت شراعي. والسبب في دوت لان ثقافه المراكب الشراعية عند ناس كتير، وانا كنت من اولهم، بتقتصر فقط على المراكب الشراعية اللي موجوده في النيل. واللي منكم راكب المراكب ديت هي مراكب بسيطه نسبيا في تصميمها، البيم بتاعتها بتكون عريضه وملهاش غطس تقريبا، والرايس اللي عليها كل شويه يشد في حبل، وكل شويه يربط في حبل، وكل شويه يغير مكان الشراع. بس انت في المعظم هتكون مش مركز معاه ولا مركز هو بيعمل ايه، انت هتكون مركز مع المزير اللي معاك، هتكونوا قاعدين تحبوا في بعض وتتاملوا اشجار الزازفون على ضفاف نهر النيل. دي كانت معلومات عن المراكب الشراعي. ولكن المنظور الحديث للمراكب الشراعي يختلف تماما عن منظورنا لمراكب النيل. ده حماده وده حماده تاني خالص. ولكن عشان نفهم قصه المراكب الشراعي لازم نرجع شويه بالتاريخ. اقدم رسم معروف لمركب شراعي مبحر موجود على مبخره مصريه عمرها تقريبا من 3100 سنه قبل الميلاد. ورموز الابحار في اللغه المصريه القديمه كانت عباره عن شكلين، الابحار جنوبا والابحار شمالا. ومن هنا نقدر نفهم ان المصريين القدماء يستخدموا الشراع للابحار جنوبا مستغلين الريح الشماليه، وكانوا بيبحروا شمالا مستغلين اتجاه تيار النيل. معنى كده ان المصريين القدماء كانوا عارفين يبحروا عكس التيار وعكس اتجاه الريح. يعني وانت قاعد تندب لي حظك زي حالتها وتقول لي تاتي الريح بما لا تشتهيه السفن، كان القدماء المصريين واخدين النيل رايح جاي من 5000 سنه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، اذا كانت المراكب الشراعيه بتعتمد على الريح في دفع المركب، معنى كده ان المراكب الشراعيه هتمشي في اتجاه واحد وهو اتجاه الريح. نظريا الكلام ده صحيح، ولكن عمليا المراكب الشراعي الحديثه حاليا تقريبا بتمشي في كل الاتجاهات، وده بفضل التعديلات تم ادخالها على تصميم المراكب الحديثه عشان تبقى بالشكل والكفاءه اللي احنا شايفينها في يومنا هذا. تصميم الشراع في المراكب القديمه كان عامل لمؤاخذه زي باراشوت بيجمع هواء وينقل الطاقه الدافعه لجسم المركب بس. ولكن تصميم الشراع في المراكب الحديثه بيعتمد على الايروديناميك او ديناميك الهواء، وبنستخدم نفس قاعده الطيران، الرفع والسحب. مصطلح الرفع او الليفت في الايروديناميك بيعتمد على برلونز برينسيبلز او مبدا برلوني بتاع دانيال برلوني، اللي بيقول في ببساطه ان الضغط والسرعه شيئين مرتبطين ببعض. يعني لو السرعه عاليه الضغط هيوطى، ولو السرعه وطت الضغط هيعلى، اللي هو تيجي لها كده تيجي لها كده. وده اللي بيحصل على جناح الطياره، بيحصل فرق ضغط على الاسطح، ضغط عالي ناتج من سرعه واطيه للهواء عاوز يخش على ضغط واطي ناتج من سرعه عاليه على الهواء، فبينتج عن دوت قوه رفع فبتترفع. طبعا الطياره هي اللي هتترفع، واللي كان بيزوغ من حيث الرياضه والفيزياء برضه هيترفعه. ولكن قوه الرفع اللي بتحصل على الشراع ما بيكونش اتجاهها راسي زي جناح الطياره، بتكون جانبيه على جانبي الشراع. ودوت مش التطبيق الوحيد بس البرلون، هتلاقي التطبيق دوت في ازايز العطور بتاع زمان اللي هي ليها بتاع دي وبتعمل فيش فيش، وهي فكره كربتير العربيه برضه قايمه على برلونز برنسبل. لو بصينا بصه على شكل جناح الطياره هنلاقي ان السر في فرق السرعات اللي بيحصل نتيجه شكل الجناح. المنحنى اللي موجود فوق دوت بيعمل تسارع للهواء، وزي ما قلنا معنى ان في سرعه معنى كده ان الضغط هيوطى، معنى كده ان السطح التحتاني ضغطه هيبقى اعلى من السطح الفوقي فهيزقه لفوق. لو حبينا نطبق الكلام ده عملي، هنجيب ورقه ونحطها بالانحناء دوت وهننفخ فيها. ايه اللي حصل ده؟ السر كان في انحناء الورقه، انفخ في الانحناء يحصل تسارع، الورقه تطلع لفوق بس كده، لا سحر ولا شعوذه. وده اللي بيرفع جناح الطياره وبيشد الشراع في مراكب الشراع. طيب بما ان الريح بيخبط في الشراع في اتجاه معين، تمام، وبيتكون على جنبين الشراع فرق ضغط ادى لحدوث قوه رفع في اتجاه معين برضه، يبقى السؤال هنا لو القوه الوحيده المسؤوله عن دفع المركب بتيجي في اتجاه معين، ازاي المركب ممكن تمشي عكسها وهي اساسا في وسط ناع؟ عشان نفهم الموضوع دوت تخيل معايا قطر موجود على سكه حديد، وقال لسبب ما قررنا نشد القطر دوت بحبل. لو شدنا الحبل في اتجاه موازي للقضبان القطر هيتشد معانا في اتجاه الشد من غير اي مشاكل، ولكن لو قررنا نشد القطر بزاويه ايه اللي هيحصل؟ القطر برضه هيتشد معانا. ونقدر نشوف دوت من الفيكتور كومبوننتس او تحليل المتجهات، وهنشوف ان القطر هيتحرك معانا في اتجاه الفيكتور اللي موازي للقضبان. طيب ليه ما اتحركش في الفيكتور العمودي على القضبان؟ لان القضبان بتجبر القطر ان هو يتحرك في اتجاه واحد. يعني لو جربنا نشد القطر بزاويه عموديه على القضبان ايه اللي هيحصل؟
القطر مش هيتحرك. الحل الوحيد عشان القطر يتحرك هو ان انت تشده في اتجاه موازي للقضبان او تشده بزاويه فيها متجه موازي للقضبان، غير كده مش هيتحرك معاك. زي ما القضبان بتجبر القطر ان هو يتحرك في اتجاه واحد ومستقيم، المراكب الشراعيه بيكون ليها زعانف تحت الميه اسمها كيل بتعمل نفس الموضوع. وظيفتها ان هي بتقطع في الميه في اتجاه امامي واتجاه خلفي فقط، وما بتخليش المركب لا تتزق لا يمين ولا شمال. يعني ببساطه المركب الشراعي من غير كيل هتتزق في اي اتجاه مع الهواء. نجمع بقى كل الرغي اللي احنا رغيناه ونعمل صوره كامله لام الموضوع. المركب الشراعي زيها زي اي حاجه ديناميكيه، يعني لازم يتحقق توازن في القوه. بمعنى عندنا ايروديناميك سايد فورس بيتكون على الشراع، بيقابله الناحيه الثانيه هيدروديناميك سايد فورس بيتكون على الكيل. الفورس ديت بتلغي الفورس ديت، وبتفضل عندنا المحصله اللي هي الدرايفنج فورس اللي بتزق المركب لقدام. وده الموضوع ببساطه شديده. كده احنا فهمنا ازاي المركب الشراعي بتمشي. نفهم بقى ازاي المركب الشراعي بتمشي في اتجاهات مختلفه. عندنا حاجه اسمها بوينتس اوف سيل دايجرام، ودي بتورينا اتجاهات الابحار بمقارنه مع اتجاه الريح. وتلات حاجات هنركز عليهم هنا: زاويه الشراع، واتجاه المركب، واتجاه الريح. لو عندنا مركب شراعي بتبحر في نفس اتجاه الريح، زاويه الشراع عموديه على اتجاه الريح، هيتورد على الشراع قوه دفع عموديه هنسميها اف، وهتكون ناتجه عن اصطدام الريح بالشراع. ونتيجه هنا هتكون ان المركب هتتحرك في اتجاه الريح، والسرعه قصوى المركب هتكون تقريبا نفس اتجاه الريح. ولكن لو احنا غيرنا زاويه الشراع ايه اللي هيحصل؟ المركب هتتحرك برضه للامام بس بقوه اقل. وفي سببين لكده: اولا ان الشراع مش هيعترض الريح بنفس القوه لما اعترضها قبل كده بزاويه عموديه، لان زاويه الاعتراض بتكون عموديه على الاسطح، وبالتالي قوه اعتراض الشراع للريح وهو مايل اقل من قوه اعتراضه وهو عمودي على اتجاه الريح. والسبب الثاني ان لو حللنا متجه اف هنلاقيه هو ناتج متجهين ك و تي، والمتجه المسؤول عن حركه المركب هو المتجه الموازي للكيل بتاع المركب وهو متجه ك، ومتجه تي هيتلغي، وبرده سرعه المركب مش هتعلى عن سرعه الريح. حاله البرود ريج بتكون كالاتي: المركب تقريبا بتكون ماشيه في اتجاه الريح بس واخده سنه يمين او سنه شمال، وزاويه ميل الشراع بتكون مايله ناحيه الستيرن. هنلاقي ان الاف هتبقى عموديه على الشراع، وهيطلع منها المتجهين بتوعنا الكي والتي، بس هنلاحظ ان سرعه المركب بقت اسرع من سرعه الريح، وده بسبب ان المركب بتقطع اتجاه الريح بزاويه، وده بيخلي قوه التصادم بتاعت اف تزيد. وده هنلاحظه مع اي حد بيعمل سيرفنج، هتلاقوه لازم يميل السيرف بورد بزاويه عشان يبقى اسرع من الموجه. لما نيجي بقى نمشي كلوز ريتش مش هينفع نمشي طوالي، هنضطر نمشي زيجزاج او بتكنيك اسمه تراكنج، وبرضه نفس الشيء نخلي بالنا من زاويه الشراع تسمح بوجود متجه كي اللي بيزق المركب. طبعا في عوامل تانيه لازم تتحط في الاعتبار: اتجاه تيار الميه وسرعته مع المركب، وفي اجهزه تانيه لازم نستخدمها زي الويند سنسورز اللي بتقول لنا اتجاه وسرعه الريح، غير طبعا ان انت لازم تبقى عارف ارصاد حلو قوي قوي قوي. حضرتك كل اللي انا قلته قبل كده ده كان بس سكراتش ذا سيرفيس، في بلاوي تانية لازم تتعلمها. طبعا ناس كتير قوي بعد الحلقه دي هتقول ابو المراكب الشراعي على اللي عاوز يركبها، بس في ناس تانية بتبص للموضوع بنظره مختلفه، ان المراكب الشراعي هاديه ومش بتعمل صوت، مش مضره للبيئه، تشغيلها ارخص لان انت مش محتاج تشغل على طول الموتور وتحرق في بنزين وتعمل صيانه. وفوق كل دوت في ناس بتبص على كل اللي انا قلته دوت على اساس ان هو تشالنج وحاجه ممتعه وكلها فن. وما تنسوش ان هنا في الصعيد تتعلموا سواقه المراكب الشراعية عن طريق الخبره والخطا، لا كان في فيزياء ولا متجهات ولا ضيوف، فالموضوع مش مستحيل. في النهايه اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، واستنوني الحلقه الجايه وموضوع جديد. اشوفكم على خير.